السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف من قناة Righteous Progress. إن شاء الله اليوم راح نكمل أحداث نهاية لعبة Fatal Frame 1 اللي نزلت على PS2. والله الصوت عالي. كان يخرع. حلو، زين، حطيتونا أدوية شي. هذه هي وخايفة، يعني هم غاسلين مخها. كانت متقبلة الأمر الواقع، بس لما حبت هذاك ما دعت. هذا تأليف مني، بس جيت يعني قاعد أتخيل. الله، وين رايح انتي؟ ما يصير تركض. والله ابداع مسوين هذا بالبي اس 2. حلو 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 حلو، كذي حلوين. مو الشابتر اللي مساع. بسم الله، والله خرعتني هاي المنظرة. اوف، ما صرنا ندخل داخل. لا والله ما يصير. كم عنا له المكان. اوكي، الرد. نعم، حتى هذا قفل. شنو الحل؟ حكرنا. في شيء قاعد يمنعني اني اطلع.
أصور نفسي يعني. حاجة نفسي. هذا المدخل. اوه كاهو هذا المدخل. بس مبينو حط قفل شي. داري The strangling ritual will held soon. مراسم التضحية ستبدأ قريبا. The master and the priest يعني قاعد يسوون المراسم. العائلة كلها متجمعة عشان يشهدون احتفال التضحية ومراسيم التضحية. This mansion is usually so lonely, but for today anyway it's bustling. واحد من القديسين كان ينظر إلي وكان حزينا. أنا اللي بيضحون فيني وعندي مهمة لازم أنفذها. ولكن كيف سأقوم بالتضحية في نفسي وأنا أشعر في هذه المشاعر؟ والآن وقد علمت معنى حلاوة الحياة، يعني بلشت هذاك الرجال معي، ابتلش معاها. المهم انه يعني هي حزينة، وما يصير اللي يضحون فيها تكون حزينة. اليوم هو اليوم الذي اخرج للخارج. مشيت في خارج القصر وعندما مشيت خارج القصر قد كلمني الضيف، وأول مرة أحس في هذا الإحساس، وهذه أول مرة أكلم أحدا خارج القصر. هو أتى لكي يراني، وقد أخرجني من غرفتي، وعلمني جميع أسماء الورود. أحس أنني فتاة جديدة، يعني تغيرت شخصيتها، واستحت لأن صبي يعني تستحي بني. لقد أتى لكي يراني مرة أخرى اليوم، وقد قال لي كبير القديسين يجب ألا نذهب إلى الحديقة. وبقينا في غرفتي وتحدثنا. أخبرني العديد من الأشياء المثيرة عن العالم في الخارج. أشعر بسعادة بالغة معه. مشينا في الحديقة أنا وهو اليوم، وكانت الورود جميلة. علمني أشياء كثيرة،
أنني لا أشعر في الوحدة. الترجمة السخيفة مالتي أدري، بس يعني مثل ما طلبتوا مني أترجم. حلو، لقينا الحين باقي واحدة. هذيل هما. حرام. كيرين أدما فويو؟ نو اتس نوت هيم. يشبه أخوها صح؟ يمه يمه يمه. وأنا أنظر إلى المرآة اليوم، رأيت أحدا يمشي في الحديقة. هو لم يراني، فقد كان يمشي ما بين الأشجار والمرتفعات. رأيته اليوم مرة أخرى يمشي في الحديقة. رآني مرة وأشر في يده لي، لا أعلم لماذا، ولكنني استحيت وخبيت نفسي. وعندما قلت إلى الرئيس، وقد كان متفاجئا وقال لي ألا أنظر إلى المرآة مرة أخرى. كمل. روحي 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 روحي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يما 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 يما. خلنا ننزل. زين وبعدين؟ الحين وين اروح؟ المرآة المرآة التي هي مباركة من الآلهة الخمسة، بحماية الآلهة الخمسة، تعكس الكوارث. كلام ما له معنى.
عموما انه يشرح يعني عن المرأة وانها هي تعكس الكوارث. حتى انا ما قرأت يعني مو مهم، بس كنا في هناك مشكلة، ما بيروح مكان يطلع لي وحش. هناك هناك اخزن لحظة. معقولة مقفل للحين؟ اي والله مقفول. كمل هناك، خل كمل، ليش اتعبث؟ بس خل نشوف في هنا علاج او فوق في علاج. الكلب ما خلتنا نشوف شيء. زينة، وفي شيء هنا. لقد مرت 5 أيام منذ أن توقف عن زيارتي، وعندما سألت عن ذلك قال لي الرئيس أنه ذهب، أنه عاد إلى قريته. لماذا ذهب فجأة والآن؟ حلمت به، فقد كان ينظر إلي وهو حزين. يا لها من أعين، من عينان حزينتان. عيناه كانت تريد أن تقول لي شيئا. هو لم يذهب إلى بيته. لقد فعل الرئيس شيئا، ولكن لماذا؟ تعبت وأنا ترجم. الرئيس قام بتخبئته. لأنه يعني يتعارض مع أن يضحون فيني. أنا السبب. لم أكن أريد إلا أن أكون معه. كنت أريد أن نكون معا للأبد. هذا كل ما أريده. تخرع يعني. أصابك يوسف. يلا بسم الله.
إن شاء الله بحاول أخلصها في المقطع. باب مقفول. يعني هذا مكان سري. أوكي، مو مصري، اسألني عن اللي أبي أقرأ مذكرات الحلوة. أهم شيء لا يطلعوا لي أشباح، الأشباح يقثوني قث، صايرين صعبين حيل. هذا بعد مقفل؟ والله حكرتنا كيري. كيري يأخذ كل تفكيري. الله يعطيك العافية، اختصرتي علينا الفيديو يا كيري. كايري، حلو، هذا بعد قافلته كيري. ضبطتنا كيري، والله مضبطتنا. قافلته ولا لا؟ لا. لا قافلته. بعدي. حلو، تبين نروح هناك. يا ساتر، الله يستر، الله يستر، الله الله علينا. بسم الله، في أدوية. الله يخليكم، الله يخليكم. تبين نروح تحت؟ هي نشوف هناك بعد. هذا إذا قفلته يعني رحنا فيها. انا قاعد اسوي شي عشان ابي علاج، اخاف الرئيس الاخير حيل صعب. ماكو شيء، ما كله نروح تحت. الله يستر. فيها الكاميرا كذي؟ انا ابي اغراض، اعطونا اغراض. روح تحت. والله خايف. الحين تنزلي بسرعة، نزل بطنك. كم ساكت واتر صار عندنا؟ حلو حلو حلو، ردينا نفسنا شوية. هنا
شنو هذا؟ هذا خلاص كاو 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 يغثج حلو حلو وين قاعد تصحون بيتكم هذا ما فيه دير ميكو إلى ميكو اللي هي الشخصية الأساسية هذه رسالة من أخوها I know it's weird أعلم أن هذا الشيء غريب ولكنني أراك في هذا القصر أنا أركض خلفك ولكنني أفقد يعني ما أحصل عليك أها يعني هما مو بنفس الوقت يعني هو بعد يشوفها وهي تمشي عنه وهي تشوفه وهو يمشي عنها لما احنا نشوفه وهو يمشي عنه وهو قاعد يصير نفس الشيء أريد مساعدتك نعرف السالفة هو لاحظ انها تحبه لان هو يشابه حبيبها اللي قبل يقول بروح لها الحين
حاضر، ما طلبت شيء. يا نكمل يا ماكو رجعة. ذكي يا يوسف. هذه سريعة. راح أقرأ من صدقك أنت. هذه شيبي
أغمي علي. لقد تأخرت جدا لمساعدة مستر تاكامي. الأشباح هنا قوية جدا، وسأبحث الآن. بس أذكر 3 صفحات. طافت علينا، ردوا على الفيديو، ما أدري صراحة. ألو، الوحيد اللي كان عايش. هذا أخوها. شنو نسوي؟ نحاش منها؟
بسم الله. فزت عليها؟ Piece of the mirror. وخري وخري وخري، من حط هذا؟ هي قامت. مافيا. Thank goodness. طرق. My duty is to keep this gate closed. Escape to me. The rest of you, hurry and escape. But what about you? I must stop the calamity, or else it will happen again. Don't worry about me. You must go. Stay. What are you saying? I think I can help her. Miku, you go on without me. Miku. The whole time Kirie was guiding me, I could hear her screaming.
screaming for help. As the Rope Shrine Maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Look, their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. الله كذي خلص اللعبة. خليكم مع اللحن. سول شيء. السلام عليكم. أهم شيء سامعك حتى دايخ سهران أصلا قاعد ألعبها. إذا جاكم الفيديو بليز لايك شير سبسكرايب أتو فيفرت. دعموني قد ما تقدرون. الله يعطيكم العافية مرة ثانية على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم مع اللحن الحين لما يخلص. إن شاء الله نكمل فترة الفريم 2 3 و 4 وكلهم.